راديو الأهرام يقدم حنسيب الأرض ونمسك النجوم ونلف المجرات عشان نتعرف على علم الفلك وتأثيره علينا في سابع سما مع راندا يوسف. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج سابع سما. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن النجوم وأسرارها. على الرغم من وجود أشياء كتيرة في السماء لها جمالها وتأثيرها وأسرارها على الإنسان، زي وجود القمر والشمس والسحب والغيوم ووجود السماء بألوانها الصافية المتدرجة اللي بتبهر فعلا العين بمجرد النظر، إلا أن دايما النجوم وعلى وجه التحديد بيكون لها التأثير الكبير على الإنسان والمصدر الرئيسي لإلهام أغلب الشعراء والفنانين، وإن هنلاقيهم دايما استدلوا بيها في معظم أوصافهم وأشعارهم، لدرجة أن البعض اتخيل أنه ممكن يخطف نجمة من نجوم السماء ويهديها لحبيبته كتعبير صادق ورقيق عن مشاعره وأحاسيسه. هوا هوايا أبني لك أسرع عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عرض غالي ويحلى الصبايا أنا الهوى هوايا. وشعراء تانيين اتصوروا ان في مشاعر متبادلة بين كل المحبين وبين النجوم، وان بتربطهم ببعض صلة وثيقة، لدرجة لو ان حبيبته شاورت للنجم ممكن يهدي من سرعته او حتى ينزل على الارض. يا قمر الليل الوارد ده بالنسبة للشعراء ورأيهم في النجوم. طب بالنسبة لعلماء الفلك، يا ترى بيشوفوا النجوم ازاي؟ هل فعلا بتنبعث منها قوة جذب أو أشعة كونية بتأثر على أجسامنا وعلى حالتنا النفسية بشكل ما؟ وهل حركة النجوم في السماء ليها مفاتيح أسرار لا ندركها؟ طيب تغير مواقع النجوم نفسه، هل يا ترى ليه مدلول علمي إنه بيأثر على أقدار الناس؟ خلونا نسمع التفسير العلمي مع عالم الفلك الدكتور فتحي صالح الرئيس الشرفي لمركز التوثيق الطبيعي والحضاري. بنرحب بحضرتك معنا يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك مرة ثانية. توقفنا يا دكتور الحلقة اللي فاتت، حضرتك ختمت لنا بأبيات جميلة جدا خدتنا كده فعلا لسبع سما، ودي كانت الحقيقة مصدر إلهام ليا. فعلا لاحظنا ان النجوم بالذات يا دكتور والنظر كده حتى بالعين المجرده للسماء مصدر الهام معظم الشعراء. فايه الحكايه دكتور؟ هل في طاقه بتستلهم، او النجوم بتبث طاقه كده حيويه او بتدي الهام معين، ولا ايه الحكايه؟ اكيد احساسك ده مظبوط، لان يعني احنا الانسان مثلا موجود انسان في وسط مجتمع حوالي بني ادمين حواليه، قطعا كل البني ادمين اللي حواليه بيعملوا عليه طاقات مختلفه باشكال مختلفه، فزي ما هو البني ادمين اللي حواليه بيعملوا الطاقات ديت، الاجرام اللي موجوده في السماء حواليه برضو بتعمل نوع من الطاقات، بس طبعا دراستها زي ما بيقولوا صعبه قوي يعني. حقيقي، بس ملحوظ قوي دايما يتكلموا عن النجوم بالذات والنجوم تحديدا او القمر. والتشبيهات الشعراء خدت يعني ابيات وقصايد فعلا في منتهى الجمال. ما حدش اتكلم مثلا عن الارض، يعني ما ان في كالشمس كنجم، لكن لاننا مش شايفينها من بره، احنا مش باصين على الارض، عشان من احنا على الغلاف. طب يا ترى في اسماء او اشكال محدده للنجوم يا دكتور؟ شغل العرب في الفلك دلوقتي حاليا خرائط السماء بجميع لغات العالم، اسماء النجوم التي لها اسماء في السماء تحمل اسماء عربيه، 50% منها على الاقل يحمل اسماء عربيه حتى الان. زي ايه يا دكتور فتحي مثلا؟ زي ايه يعني؟ الدب الاكبر مثلا في الاربع نجوم المربعين اللي في الوسط، منهم نجم اسمه بالانجليزي دب D-U-B-I دب. أوكي. ونجم منهم اسمه القائد، بيكتب بالانجليزي كده A-L-K-A-I-D القائد. تمام. ونجم منها اسمه فخدة، اسمه فخدة P-H-E-C-D-A. ايوه يعني بيتكتب بكل لغات العالم. وانا مرة زارتنا في المركز رائدة فضاء امريكية،
وفرجتها على الحاجات دي، قالت لي انا اول مره، انا هي بتتعامل طبعا مع اسامي النجوم ده لازم تبقى دارسه فلك كويس، قالت انا اول مره اعرف ان النجوم دي اساميها ليها معنى. حد مثال برج تاني جميل برضو اللي هو برج الاسد، ها تمام، في نجم فيه في راسه اسمه راسلاس اللي هي راسه الليس، تمام بالانجليزي راسلاس. في نجم تاني اسمه الطرف اللي هو على حرف بقه اسمه الطرف، وبعدين نجم اسمه الضفيرة اللي هي اللدة بتاعت الأسد، ونجم اسمه ظهر DUHR ظهر، وده في كل الحاجات اللي في الإنجليزي فرنساوي أي لغة. ونجم في ديله اسمه دنابولا اللي هي أصلا دنابوليس. طب هم ليهم أشكال يا دكتور فتحي؟ يعني اسماء ليها أشكال النجوم؟ النجم نفسه ملوش شكل، لكن تشكيلة النجوم مجموعة النجوم على بعضيها بتدي في الخيال شكل معين. أديك بيت شعر في الآخر للرومي. نختم، أنا لسه كنت أطلب من حضرتك، اتفضل دكتور. الرومي بيقول إيه؟ حتى أرى بحرا قد تجلى في قطرة، وحتى أرى شمسا قد تخفت في ذرة. الرومي. الله يا دكتور، خير ختام. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا دكتور فتحي. إلى اللقاء إن شاء الله. إلى اللقاء. بشكركم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من سابع سما. سابع سما مع رندا يوسف.